السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير على كل متابعينا الكرام، ومساء الخير على كل الأمارات الموجودين معايا. برحب بكم في فيديو جديد وفيديو مميز من فيديوهات الأدوات والأجهزة المنزلية. هنشوف النهاردة مع بعض مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات والحيل والأفكار اللي هتوفر عليكي الوقت والجهد، وكمان من خلالها هنقدر نستغل المساحات الصغيرة والضيقة اللي موجودة في المنزل. كمان من خلال الفيديو هنعرف الأماكن والطرق اللي نقدر من خلالها نشتري كل المنتجات الموجودة معانا النهاردة في الفيديو وأدوات تانية كتير. خليكم معانا لآخر الفيديو وهنشوف مجموعة جميلة جدا من الأدوات والمنظمات الجميلة جدا والرائعة اللي لا يمكن الاستغناء عنها. قبل ما نبدأ شرحنا للمنتجات والأدوات اللي موجودة معانا النهاردة، ما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكمان لو انتوا أول مرة بتشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو بيعجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد أكبر من المشاهدين. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، معانا مجموعة جميلة جدا ورائعة من الأدوات والمنظمات وأدوات التنظيف وكمان أدوات المطبخ، وكلها أدوات جديدة وحديثة وكلها بنحتاجها في المنزل ولا يمكن الاستغناء عنها، وكمان بتوفر علينا الوقت والجهد، وكمان بنستغل المساحات الضيقة والصغيرة اللي موجودة عندنا في المنزل. كل الأدوات والمنظمات اللي موجودة معانا النهاردة في الفيديو هنقدر نشتريها من خلال ثلاث طرق مختلفة زي ما احنا متعودين مع بعض. الطريقة الأولى وهي عن طريق محلات الأدوات المنزلية اللي منتشرة في أماكن كتير جدا حوالينا، وكمان هنلاقي فيها معظم المنتجات والأدوات الموجودة في الفيديوهات. أما الطريقة الثانية وهي عن طريق صفحات الفيسبوك، صفحات بتبيع أونلاين، وكمان تقدري تشتري منها كل الأدوات اللي انت محتاجاها وكمان أدوات تانية كتير، وكمان بتوصلك الأدوات لحد باب البيت. الطريقة الثالثة والأخيرة وهي عن طريق الصفحات الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية، وكمان المواقع الإلكترونية ليها تطبيقات خاصة بيها، تقدري تنزلي التطبيق وتقدري تحجزي المنتج اللي انت محتاجاه بكل سهولة. من ضمن التطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها دي هي تطبيق علي اكسبريس وعلي بابا وكمان جوميا.com ونون.com. زي ما احنا شايفين مع بعض، معانا المنظم الجميل جدا والعملي الخاص بالخضروات المقطعة، نقدر نحط فيه كل الخضروات اللي احنا بنحتاجها اثناء الطبخ كده وناخد بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده، وكمان سهل التنظيف. كمان هنشوف مع بعض المنظم اللي نقدر نحطه على التلاجة، وكمان نقدر نحطه على الجدار، ونقدر نحط فيه ادوات كتيرة جدا من الادوات اللي بنستخدمها في المطبخ. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، نقدر نستغل المساحات الصغيرة اللي عندنا موجودة في المنزل ونحط فيها الادوات اللي احنا بنستخدمها بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض بمضرب البيض الجميل جدا والعملي اللي هيوفر عليا الوقت والجهد وهيخليني اضرب البيض بكل سهولة كده من غير اي مجهود. كمان هنشوف مع بعض المطحنة الجميلة جدا والعملية واللي كلنا بنحتاجها في المنزل لطحن التوابل، جميلة جدا وعملية وبتوفر عليا الوقت والجهد. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بنطحن فيها ادوات كتيرة ومختلفة وكمان بتطحنها بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض علبة التلاجة الجميلة جدا والعملية واللي مقسمة لستة اجزاء، نقدر نحط فيهم الخضروات المقطعة وكمان نقدر نستخدمها للتوابل زي ما احنا شايفين كده، جميلة جدا وعملية. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعملي الخاص بفرش الاسنان والمعجون، وكمان ما بياخدش عندي مساحة في الحمام، نقدر نحطه كده على السيراميك بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض المنظم الدوار اللي احنا شايفينه مع بعض، جميل جدا وعملي ونقدر نستخدمه على المطبخ لأدوات الطبخ، كمان نقدر نستخدمه في التلاجة لبعض المشروبات اللي احنا بنحتفظ بيها في التلاجة. هنشوف كمان مع بعض الحامل او المنظم الخاص بصابونة الوش، جميل جدا وعملي وكلنا بنحتاجه عندنا في الحمام.
كمان هنشوف مع بعض علبة المناديل الجميلة جدا والشيك اللي هنقدر نحط فيها علبة المناديل او رول المناديل ونسحب منها بكل سهولة. هنشوف كمان مع بعض الباسكتات الظريفة جدا والعملية اللي هنقدر نستخدمها استخدامات كتيرة جدا ومختلفة، سواء للمهملات او نقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا من ادواتنا الشخصية. كمان هنشوف مع بعض الحامل الجميل والظريف اللي احنا شايفينه مع بعض، هنقدر نحط عليه كميات كبيرة جدا من الشماعات الموجودة عندنا في المنزل، كمان بيوفر علينا المساحة زي ما احنا شايفين. كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل جدا والعملي اللي نقدر نحط فيه ادوات كتيرة جدا من الادوات اللي بنستخدمها في الحمام، كمان نقدر نستخدمه عندنا في غرفة النوم، نقدر نحط عليه ادواتنا الشخصية. هنشوف كمان مع بعض الحامل الجميل اللي احنا شايفينه الخاص بالاطباق البلاستيكية، حامل جميل جدا وعملي وكمان بيوفر عندنا المساحة بشكل جميل. كمان هنشوف المنظم الجميل والعملي واللي ليه استخدامات كتيرة جدا واستخدامات مختلفة، وكمان مش بنستخدمه بس عندنا في المطبخ، كمان نقدر نستخدمه عندنا في الحمام، نقدر نحط عليه ادوات كتيرة جدا من اللي احنا بنستخدمها. هنشوف كمان المنظم الجميل والعملي الخاص بالمعالق والشوك والسكاكين، منظم جميل جدا وعملي ومزود بصفاية علشان المية الزايدة اللي بتبقى في المعالق بعد الغسل، جميل جدا زي ما احنا شايفين مع بعض، ونقدر نحطه على الجدار كده ونشيله بكل سهولة. كمان هنشوف النوع ده من الباسكتات الجميلة جدا والعملية اللي هنقدر نلزقها بكل سهولة كده على السيراميك، وكمان بتخلي شكل المكان عندي منظم وجميل زي ما احنا شايفين مع بعض. ليها استخدامات كتيرة واستخدامات مختلفة، نقدر نستخدمها عندنا في الحمام او في المطبخ. كمان هنشوف مع بعض الحوامل الجميلة جدا والعملية والمفروض تبقى موجودة عندنا في البيت للحفاظ على ادوات التنظيف، نقدر نعلق عليها المساحات والمشايات والقشطات وادوات تانية كتير. زي ما احنا شايفين مع بعض سهلة التركيب والفك وما بتاخدش عندي مساحة خالص. كمان هنشوف مع بعض الفواطة الجميلة جدا والعملية واللي كلنا بنحتاجها في الحمام او في المطبخ، نقدر نحط عليها الفوط الخاصة بالحمام او بالمطبخ. هنشوف كمان مع بعض المنظم الجميل جدا والعملي الخاص بكوبايات المية، جميل جدا وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل. هنشوف كمان مع بعض المنظمات الجميلة جدا والعملية واللي مزودة بمعيار جميلة جدا، نقدر نحط فيها ادوات كتيرة جدا من ادوات الطبخ زي البقوليات والمكرونات والرز، وكمان التوابل لو ان احنا بنخزن توابل بكميات كبيرة، جميلة جدا وعملية زي ما احنا شفناها مع بعض. هنشوف كمان مع بعض المفرمة الجميلة جدا واللي كلنا بنحتاجها في المنزل، مفرمة اللحمة والخضروات، جميلة جدا وعملية وهتوفر عليا الوقت والجهد. كمان هنشوف مع بعض النوع ده من الاطباق البلاستيكية المزودة بمصفاة، جميل جدا وعملي وكلنا بنحتاجه في المنزل لغسل الخضروات والبقوليات وكمان لتصفية الاطعمة زي ما احنا شايفين مع بعض. هنشوف كمان مع بعض الاداة الجميلة جدا والعملية اللي نقدر نقطع بيها الفاكهة وكمان نفصل بيها البذر زي ما احنا شايفين مع بعض. احنا معانا الافوكادو كده نقدر نطلع البذرة معانا بكل سهولة زي ما احنا شايفين وكمان نقطعها بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض الاداة الخاصة بالتسخين وتسوية الاكل على البخار، اداة جميلة جدا وصحية وعملية وكلنا بنحتاجها في المنزل. هنشوف كمان مع بعض المنظم الخاص بالاكياس البلاستيكية وكمان مزود بجزء خاص برول المناديل او الرول للمفارش البلاستيكية، نقدر نستخدمه بكل سهولة. كمان هنشوف مع بعض العلب الخاصة بالتلاجة والمختلفة جدا اللي هنقدر نحط فيها المعجنات بكل سهولة، وهنحط فيها كميات كبيرة من المعجنات اللي احنا بنعملها ونقدر نحتفظ بيها في التلاجة. هنشوف كمان مع بعض النوع ده من الاطباق البلاستيكية الجميلة جدا والعملية واللي كلنا بنحتاجها في المنزل لغسل وتقطيع الخضروات وكمان نقدر نحطها عندنا في التلاجة.
كمان هنشوف مع بعض المنظم الجميل والعمل اللي احنا شايفينه مع بعض، هنقدر نحط فيه المعالق والشوك والسكاكين وادوات تانية كتير. هنشوف مع بعض الادراج او الارفف او هنقول عليه دولاب كده صغير، نقدر نحط فيه ادوات كتيرة جدا من الادوات اللي بنستخدمها في المنزل، وكمان نقدر نخزن فيه بعض الادوات، جميل جدا وعملي. كمان هنشوف مع بعض المنظم الخاص بأدوات البيبي، جميل زي ما احنا شايفين مع بعض، وبياخد معايا كل أدوات البيبي وأدوات تانية كتير. نشوف كمان مع بعض الشماعات الجميلة جدا والعملية واللي ليها استخدامات مختلفة، نقدر نحط عليها البنطلونات أو الطرح أو البلوزات وأدوات تانية كتير. وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، بتمنى جدا جدا الفيديو يكون عجبكم، ولو انتوا اول مره بتشوفوا القناه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد، ولو الفيديو عجبكم ضروري جدا جدا اللايك علشان يوصل لعدد اكبر من المشاهدين. اشوفكم في الفيديو القادم ان شاء الله، وانتوا بخير وصحه وسعاده يا رب دايما. السلام عليكم ورحمه الله.